يبقى ضمن الكبار ويتقوى سنة بعد أخرى. كرة للرجاء دوزيام بوتور ثقة اختلاط هدف رحيمي. رحيمي لم يكن رحيما، اختلطت الأوراق أمام مرمى الحارس حسين الشاذلي. رحيمي لم يكن رحيما لا بالحارس حسين الشاذلي ولا بباقي فريق الحريزي. والهستيريا في المدرجات، الهستيريا في المدرجات، لحظة سهو يمكن نقول لحظة سهو، لحظة ارتباك شروط ديني إذا أردتم لكل لاعبي الحريزيين. الجمهور البرازيلي كرة صعبة صعبة صعبة، الحكم يعطي ضربة جزاء، الحكم يعطي ضربة جزاء، وصاحب المبادرة هو اللاعب أظنه الحسين الناصري. هذا لاعب يمكن نقول داهية الطريقة باش استدار ودخل الخط، استدار ودخل، كتدخل ضمن لعبة كرة قدم. الدهاء ديال اللاعب 11 متر يتولى تنفيذها زكريا فاتي. هناك المخضرم صاحب التجربة أنس زنيتي، فاتي ينطلق دقيقة 33، فاتي ينطلق، فاتي ينطلق، هدف تعادل، هدف تعادل، صدها في المرة الأولى إنما الثانية كانت ثابتة، صدها بسرعة. هنا غياب دهاء في الخط الدفاعي، أنا أقول هناك متابعة رائعة للحارس، إنما كانت المتابعة، كانت متابعة. هدف تعادل 1-1، 1-1 ما بين الفريقين، الفريق الحريزي في مقابلة مثيرة للغاية. الاتحاد البيضاوي ديما الحسن الجديدي، لا 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 مدروس محبوك بطريقة جميلة جدا، لأن هناك عملية سهو يمكن نقول سهو في خط دفاع فريق الرجاء البيضاوي. انسلك الزعباق ما ضاف ما نقص، ضربة بلاد ديرا في جوزيف بوتو، هدف رائع جدا، هدف يزن ذهبا لفريق جوزيف برشيد. فهذه المقابلة مفتوحة على جميع الاحتمالات. كريم الهاشمي قلت في نهاية المقابلة لما اختبر قدرات الحارس أنا سنيتي قلت بأنه سيخلق متاعب كبيرة، هو الشيء الذي حدث الآن. كرة للرجاء، ثنائيات كثيرة، رجل لرجل، عبد الرحيم الشاكير، ثنائيات كثيرة، التحامات مدنية، عبد الرحيم أورسيو، وكانت لرحيم إنما الحارس حسين الشاذلي متعلق بمباراة اليوم. رحيمي لم يكن رحيما من فريق يوسفية برشيد. حارس رائع، هذا واقع، حسين الشاذلي صد اكثر من محاوله. كما سيقع التاكيد بتشجيع المناصرين والمكتب المسير وباقي مكنه الرجاء، امر الله يكون كبير للدوري المغربي كره القدم ولفرق الرجاء. كره قاتل، هدف قاتل، وغنعاود نكرر دفاع الرجاء سهو كبير في دفاع فريق الرجاء. مدمت المقابله حتى الان.